مرحبا حبايبي برج الجدي، أهلا فيكم في قراءتكم العامة. وأول جانب عزيزي هو جانب المشاريع والوظيفة خلال هاي الشهر القادم. عندنا الكوب الصغير Page of Water، وعندنا كرت برج القوس التوازن أو الاعتدال، وعندنا أيضا العربة. راح أقول لك خلال هاي الشهر راح تأتيك مقترح للعمل في مشروع مختلف، شيء انت كأنما تنتظره من زمان. الضوء الاخضر راح يأتيك او تسمع عنه خبر من فم احد الاصدقاء، احد الاشخاص اللي يتمنون لك الخير. يعني كأنما راح يقولون لك يا برج الجدي، المنطقة اللي كنت دائما تريد ان تفتح فيها مشروعك صار فيها محل خالي للإيجار، او حتى على صعيد الوظيفة صارت في وظيفة شاغرة في المكان الفلاني اللي انت لطالما كنت ترغب ان تعمل فيه. في خبر عن ترقية، خبر عن وظيفة شاغرة، عن شيء انت تقدر تصعد تجاهه في الحياة العملية راح يأتيك من فم احد الاشخاص المحيطين فيك واللي ايضا يتمنى لك السعادة والخير. يعني يأتي من فم انت تستطيع ان تثق فيه. بعدها عندنا كارت التوازن. اشوف هني برج الجدي كأنما وازن امورك قبل ان تدخل في هاي القرار، لا تتسرع. وإن كان الخبر جيد وجدا إيجابي، ولكن لا تتسرع بالقفز في هاي الفرصة الجديدة وفي المشروع. الفرصة نفسها جدا ممتازة، المشروع فيه الكثير من الخير، الإقبال فيه الكثير من المردود المالي لك، ولكن احرص أن تفكر بحذر، تخطط، ترتب أمورك حتى المالية، أمورك في وظيفتك القديمة. عملية الانتقال إلى مشروع جديد، إلى وظيفة جديدة، أنت اللي لازم تضمن لنفسك أن هي تكون سهلة ومرنة، فيها انسجام، لا تكون متسرعة. لأن عندنا هني كرت العربة، كأنما برج الجدي يقول أنا قوي بما فيه الكفاية، أمتلك الشروط والمعايير، أمتلك أيضا الأموال، خلاص أحس أن هاي الفرصة اللي طالما انتظرتها راح أقفز فيها. نعم خذها، خذ هذا الخبر الجيد، ولكن عاين أكثر، تفحص فيه أكثر، دقق فيه، عشان ما يكون في جانب انت نسيته او اغفلت عنه. ولكن بشكل عام فرصة جدا جميلة تأتي الى حياتك العملية خلال هذا الشهر. الجانب اللي بعد عندنا جانب الاموال. نبتدي مع فارس السيوف. تعرفون الفارس اللي يعتمد عليه صاحب المهمة، وايضا اسميه صاحب الهمة، ويتلوه ثلاثة الخماسيات، وعندنا كرت القوة، كرت برج الاسد. برج الجدي خلال هاي الشهر راح تأتيك ظروف مفاجئة تضطر أن تقطع فيها وتغير فيها أولويات مصاريفك المالية. في شيء راح ما أشوفه شيء سلبي، ولكن شيء يقطع عليك الطريق، يطلب منك حدث مفاجئ، لأن هذا الفارس في دخوله يكون مفاجئ، حدث مفاجئ يطلب منك أن أنت تعيد النظر في طريقة صرفك. في يمكن أنت قاعد توفر كثيرا، يمكن قاعد توفر قليلا، يمكن العكس، يمكن أنت قاعد تصرف في مثلا على الترفيه أكثر ما أنك تصرف على الاستثمار في مستقبلك، أو العكس. في جانب عندك محتاج أن تنظر له، وهذا الحدث المفاجئ اللي يدخل في حياتك بالعرض رح ينبهك. دائما أسميه نقمة، ولكن محتواها الحقيقي نعمة. أوكي؟ لأن بعدها يأتينا ثلاث الخماسيات، ترتيب جميل، توازن أفضل لحياتك. هذا الحدث يمكن مصروف زيادة يأتيك، يمكن فجأة أحد أفراد الأسرة يكون يحتاج العلاج، وأنت حتى تحتاج العلاج، ويكلفك الكثير من الأموال، فأنت تضايق من المصاريف اللي راح تدفعها. ولكن هذا الحدث اللي أنت ما تدركه، حدث فارس السيوف انه يدخل حياتك، راح ينبهك ان انت مثلا كان المفروض توفر حق هاي الوقت قبل، كان المفروض تستعد قبل، فراح يعيد ترتيب اولوياتك. وايضا راح ينبهك على جانب انت جدا قوي فيه برج الجدي، انت قوي جدا في جانب التحصيل، الاموال، الاموال تتبعك، لان هذه هي طاقة الارض، طاقة الاموال هي طاقتك الطبيعية.
فالأموال تتبعك وين ما أنت تروح. شنو ما كانت أوامرك أو توجهاتك الجديدة أن أنت توفر أو تصير عندك أموال أكثر، أنت تستطيع، راح تتمكن أن ترى خلال هذا الشهر قوتك الحقيقية، لأن عندنا هني كارت برج الأسد وهو القوة. القوة راح تكون أقوى من الظروف اللي تأتي في طريقك خلال هذا الشهر. أشوف عندك هني حاجة جديدة راح تضطر انك تصرف عليها اموال، ممكن تكون حاجة علاج، حاجة مساعدة احد من الاهل، شيء انت ما خطط له، ما خطط له، كأنما انت مخطط لكل شيء يا برج الجدي، عندك ترتيب منظم لحياتك المالية، ولكن في جانب راح ينبهك ان انت يدق على بابك يقول لك انت ما وفرت من اجلي. هذا الجانب بالذات انت ما وفرت من اجله، اشخاص ايضا يحتاجون مساعدتك خلال هذا الشهر. ننظر إلى جانب الدراسة، بما أن جميعا والكثير منكم سألوني عن هاي الجانب، اللي مقبلين على دراسة أو اللي أصلا في مرحلة دراسية، عندكم كارت الإمبراطور، إنزين، تسعة الأكواب والسيف الصغير. برج الجدي، أنت تحصيلك الدراسي لطالما كان متميز، هذا الشيء ما في شك وما في نقاش، ولكن لا تصل إلى مرحلة تعتقد أن الأمور دائما راح تمشي على اللي أنت خططت، لأن خلال هذا الشهر في شيء راح يستفزك، شيء أو شخص في أمور الدراسة، في نتيجة، إنزين، في نتيجة ما راح ترضيك في الدراسة. ما أقول أن نتيجتك ما راح تكون مرضية، ولكن احتمال أن أنت الجامعة أو المؤسسة اللي تنتسب لها من أجل التعليم يقبلونك ولكن في شروط، إذا أنت تريد القبول يقبلونك ولكن في شروط، يطلبون منك مساعدة الطلاب الأقل حظا والأقل تحصيلا. هذا اللي قاعد أشوفه، أشوف هني برج الجدي يقول أنا وصلت إلى مرحلة جدا متميزة وأنا شاطر في تحصيل العلمي ولا أرغب، لأن رقم التسعة عندنا هني، التسعة هو رقم الاستقلالية، ترغب أن كل جهودك، إنزين، كل طاقتك ووقتك روح تجاه نفسك أنت، تحصيلك الخاص، ولكن كأنما في الفترة القادمة الجامعة أو المكان اللي تنتسب له راح يطلبون منك أن تساعد أشخاص أنت تشوفهم كأنما حتى مو مستحقين للمساعدة، أشخاص تحصيلهم العلمي أقل منك. أنت تقول ليش أنا مو مضطر، أنا مو مضطر، أنا دفعت اللي علي، أنا سويت اللي علي، أنا تفوقت، ليش تطلبون مني مساعدة زيادة؟ في طلاب هني إما أنهم راح يطلبون مساعدتك، وإما أن راح يصيرون معك في مجموعة مدرسية، مجموعة تحصيل علمي، يحاولون بما أن عندهم طاقة المراهق، يحاولون أن يعيشون أو يكسبون من وراء جهودك الخاصة. هذا عنده طاقة الطفيلي أو المعتال، احذر منهم إذا كانوا يحاولون أن يكسبون من جهدك الخاص، مثلا طلبة في نفس مشروعك الدراسي، وإذا كانوا لا فعلا محتاجين مساعدتك فحاول أن تساعدهم وتخرج شوي من طاقة النفس والاستقلالية، لأن أنت مستقل ناجح، أنت على الطريق الصحيح علميا، وصلت إلى مستوى جدا متميز يا برج الجدي، حتى لو لم تكن تدرك هذا الشيء، ولكن في أشخاص هني في عندكم نوعيتين، احذروا من هاي الأشخاص، إما تحتاجون أن تعيرونهم انتباه حقيقي وتساعدونهم وتمدون لهم يد المساعدة، أو تتخذون حيالهم الإجراءات الصحيحة، لأن يحاولون هني يعيشون على جهودكم، كأنما هذا الشخص اللي الطالب الذي يصبح أفضل من المعلم، ولكن لأن عنده سيف في النهاية يطعن المعلم، المعلم هو أنت، لأن أنت اللي مطلوب منك أن تساعد هؤلاء الأشخاص. الجانب الآخر، عندنا جانب الهجرة، الكثير منكم يسألوني عن هاي الجانب وأضفته إلى القراءة العامة. نبتدي جانب الهجرة بالنجمة، النجمة هو كرت تحقيق الأمنية، وراءه كرت، هذا كرت برج الدلو، عندنا هنا كرت برج الحوت، العالمة، The High Priestess، والهيرمت. برج الجدي، هذا الشهر بشكل عام قاعد أحس هني في طاقة إعادة النظر في الأمور، سواء الأمور العملية المالية، أنت وصلت إلى مستوى أصلا متميز ثابت، ولكن دائما مثل ما يقولون في مجال للتحسين، دائما في مجال للتطوير، ما في مستوى نقدر نقف
نوقف عنده كبشر نقول خلاص وصلنا إلى العلا. هني المطلوب منك بخصوص بجانب الهجرة، أشوفك هني أنت حاط عينك وتريد أن تقدم إلى دولة معينة ترى فيها الحياة المحترمة، حياة الرخاء اللي أنت تستحق أن تعيش فيها. وجود العالمة هني تبين أن في أمور أنت مخفية عن أو ما أخذتها بعين الاعتبار أو مخفية عنك، الصورة الكاملة مخفية عنك، لأن عندنا 3 كارتات طاقتهم طاقة الليل أو الظلام، ما فيهم طاقة نهار، طاقة القمر وطاقة النجوم عندنا هني. بما معنى ابحث أكثر، لأن عندك الزاهد أو المتصوف، ابحث أكثر. كأنا ما أعتقد أن في دولة أخرى أو طريقة أخرى للتقديم راح تكون أسهل لك، دولة أخرى راح تعطيك امتيازات أكثر. لا تقلل من تقدير نفسك. إذا كنت مثلا حاط في بالك دولة مثل كندا أو مثل دولة عربية، فهني في دولة هي قاعدة تبحث عن مواصفاتك وخبراتك ومهاراتك، وراح تعطيك أيضا امتيازات أكثر، راح تقدر تعيش أسهل وأسرع تصل إلى مبتغاك في هاي الدولة المختلفة. الطريق إلى روما ليس خط مستقيم، هذه الرسالة لك من جانب الهجرة. خلنا نشوف الجانب الصحي هذا الشهر يا برج الجدي. عندنا كارت القمر، الكثير من كروت الليل وخصوصا كارت برج الحوت، وعندنا كارت الحكم والغصن الأول. في شيء خص كريات الدم عندك يحتاج أن تنظر إلى الموضوع، في موضوع أنت مهملة أو أهملته محتاج منك أن تدقق أكثر. كأنما أشوفك هنا يا برج الجدي أنت قاعد تنظر إلى المنظور العام لصحتك وتقول أنا وزني تمام، ضغطي تمام، كل الأمور الأساسية تمام، فتفترض أن صحتك لا يجب أن تراعيها أكثر من كذي. ولكن وجود القمر في أمور تفاصيل زيادة مخفية عنك، على الأغلب تكون أمور بخصوص كريات الدم أو تعداد، شيء في تعداد رقم في صحتك هو اللي لازم يظهر إلى العلن، هو اللي لازم تفحص فيه. لا تعتمد على حكمك الخاص تقول أحس أني بخير، خلال هاي الشهر محتاج إلى حكمة أو حكم الطبيب الخبير، الشخص اللي يفحصك. لا تعتمد على حكمك الخاص، دائما حكمنا الخاص يكون مضلل، لأن عندك هني كرت القمر كرت الغموض، حكمنا ينبع من رغباتنا، ولكن حكم الشخص المحترف اللي يجب أن تذهب إليه لتنظر إلى صحتك بشكل تفحص فيه أكثر وأعمق هو اللي محتاجه خلال هذا الشهر، خصوصا إذا كنت تعاني من أعراض أو كنت تحس بأعراض بس تحاول أنك تتحاشى زيارة الطبيب. إنزين، الجانب القانوني، إذا عندك يا برج الجدي أي أمور متعلقة في المحكمة هاي الفترة، خلنا نشوف. عندك مرة ثانية فارس السيوف، كارتين أو هاي الكارت تكرر مرتين عندك، وراء أيضا 3 الخماسيات مثل هني، 3 الخماسيات تكرر عندك في هاي الجانب، وراء 3 الخماسيات ووراء كرت الشمس. قاعد أحس أن برج الجدي أنت من الأبراج الواضحين والصريحين، ولكن إذا عندك قضية في المحكمة لا تخرج، لا تفصح عن كل كروتك وتقول كل الحقيقة في وقت واحد. بعض الحقائق ممكن أن يستخدمونها الطرف الآخر ضدك، لا تخبر الآخرين خصوصا في النظام القانوني، لا تخبرهم عن أخطائك، بالعكس أريهم الجانب المشرق من الأمور اللي أنت سويتها. لا تدخل وتقول لأني أنا صريح ودائما أفتخر بالصراحة راح أقول لكم اللي حدث بالضبط وتقوله، كأنما قاعد أشوف أن الطاقة راح تنعكس عليك. في طريقة ثانية مختلفة، طريقة مبتكرة أن نقول فيها الحقيقة، مثلا بدل ما أقول أنا شفت شيء غلط ولكن ما تكلمت لأني ما اعتقدت أنه غلط في ذاك الوقت، لو مثلا كنت في محكمة، قول أنا شفت شيء غلط ولكن صار في شيء ثاني خلاني أعتقد أنه هو مو غلط وقتها. لا تتقبل كل الملامة، لا تتقبل كل الملامة ولا تعترف بخطأ أنت ما أخطأت فيه. هذه هي رسالتك في الجانب القانوني، لأني انتظرك نجاح ولكن أو
أو كسب قضية هني عندك، كسب قضية والأمور والكفة تروح لمصلحتك أنت إذا عرفت شلون تلتف. وهذا الالتفاف ترى مو التفاف سيء أو في تلاعب، بالعكس هذا التفاف لأن النظام يعمل بهذا الشكل. اعرف هني قبل ما تتكلم، الرسالة لك قبل ما تتكلم بالحقائق خلال هذا الشهر، اعرف كل الجوانب، اعرف شنو الكلام اللي ممكن تقوله في النظام القضائي في محضر الشرطة اللي ممكن يستخدمه الآخرون ضدك، ان انت كنت تعلم وانت عليك مسؤولية قضائية. انا قاعدة هني اشوفها في مجموعة من الاشخاص يحاولون يجرونك معاهم الى ان برج الجدي كان معانا في المجموعة، كان يدري ولذلك لازم يتحمل معانا نوع من المسؤولية القضائية، مسؤولية سوري القانونية، بدل ما التهمة يحملونها اثنين قاعدين يحاولون يشركونك. واذا في اي شيء خاطئ تشوفه قاعد يصير في محيطك، خصوصا في محيط العمل، في شيء يخص الاموال والشراكة، ابتعد عنه. الانسحاب طيب، ابتعد ولا تنظر الى الوراء ولا حتى مرة واحدة، لان هذولين قاعدين يشتركون في شيء شائك، في شيء شائك ماليا رح يصير شيء يوعيك، ولكن قانونيا محتاج انك ما تشترك معهم. عرفت؟ يعني نفس الكروت ولكن الرسالة والطاقة تختلف. عندك في النهاية كرت النجاح، راح تسلم، الله سبحانه وتعالى راح يسلمك من هاي الشركة اللي يحاولون يدخلونك فيها هاي الأشخاص اللي يتهمونك. ننهي القراءة العامة لهاي الشهر بالقراءة العاطفية. القراءة العاطفية الغزل طبعا يكون من شعر، والغزل لك اللي خرج لك يا برج الجدي هو غزل 89، مثل ما قلت لكم باختلاف أوضاعكم الاجتماعية، سواء أنتم منفصلين أنتم مرتبطين أو غيره، حاولوا أن تأخذون الرسالة وتطبقونها على حالتكم الاجتماعية. رح نبتدي. أول بيتين يقولون لك يا برج الجدي: أيها الساقي أحضر الخمر، فقد مضى شهر الصيام، وناولني القدح فقد انقضى موسم الوقار والاحتشام. في شيء يا برج الجدي راح ينكشف لك عن الشريك، عن اكتشاف، لحظة اكتشاف تكتشفها عن الحب بشكل عام، فكرتك عن الحب، فكرتك عن العلاقات العاطفية، راح يصير عندك وضوح أكثر، وضوح أكثر. نشوف في البيت اللي بعده: ومضى العمر العزيز فتعال حتى نعوض العمر الذي انقضى في غيبة الأبريق والجام. يمكن أنك قاعد تنتظر رجوع شخص معين أو دخول حتى شخص معين في حياتك العاطفية، كأنما أشوفك هني استسلمت، تقول خلاص اللي صار صار، زين اللي ما راح يرجع ما راح يرجع، واللي رجع حياه الله. واجعلني ثمنا بحيث لا أستطيع أن أعلم، وأنا غائب عن صوابي أرتع في وادي الخيال، من الذي أقبل ومن ذا الذي ذهب وراح. يتكرر عندك نوع من الملل، تريد أن تسهى، تبي شيء خلال هاي الشهر يسهيك عن حقيقة الشريك أو الحبيب اللي تنتظر دخوله في حياتك أو اللي تنتظر رجوعه، يعتمد على وضعك الاجتماعي. صرت تحتاج إلى، وأشوف أنه في شيء، في شخص راح يدخل حياتك بمثابة يكون الإلهاء. هني انت طلبت الخمر، الخمر مو معناه دائما الخمر الكحول، ولكن شخص أو شيء يمثل لك إلهاء، إلهاء لحد ما يدخل أو يرجع الشخص اللي أنت تنتظره. خلال هذا الشهر أنت قاعد تطلب الإلهاء، والإلهاء هو اللي راح يأتيك، وعلى أمل أن تصل إلينا جرعة واحدة من كأسك، رددت على مصطبة الخلوة دعائي لك كل الليالي والأصباح. كان عندك أمل ولو بسيط، يعني بسيط، أمل جدا ضعيف، وتتوقع القليل، يعني حتى ما أشوف برج الجدي يتوقع الكثير ومبادرات وتحقيق المستحيل، كنت على الأقل تتوقع اتصال، سؤال، مبادرة بسيطة، خبر منه، دخوله حتى بشكل سريع في حياتك. تعبت من الانتظار، وكأنما تحس خلال هاي الشهر أنه خلاص ما أريد أظل أنتظر بعد الآن. يقول لك خلنا نشوف من هذا الإلهاء، من هذا الشخص، من هذا الظرف أو الشيء اللي راح يدخل حياتك ويكون إلهاء. أنت هني تنتظر توأم الروح أو الحبيب، ولكن مش معناته أنك
راح ترفض دخول شخص مؤقت في حياتك يمثل لك إلهاء أو على الأقل رفيق في الخلوة في هاي الفترة. يقول لك: ودبت الحياة في روحي وانتعش القلب الذي مات منذ سرت نفحة واحدة من نسيم الشراب إلى مشامي. هذا الشخص الجديد، الشخص الجديد ممكن يكون مو بس شخص إلهاء، شخص جديد يدخل في حياتك يلهيك عن الكثير من التعب العاطفي اللي انت مريت فيه في السابق. انت كأنما في البداية نبتدي القراءة ان برج الجدي في مثل الصومعة، دار راسه مثل تأثير الكحول عليه، دار راسه عن طريق ايش كثر مر فيه مع الشريك وفي الحب وفي العلاقات العاطفية. في شخص تشوف يقول لك: دبت الحياة في روحي وانتعش القلب الذي مات من دسرت نفحة واحدة من نسيم الشراب إلى مسامي إلى مشامي. في شخص جدا وجوده خفيف خلال هاي الشهر راح يدخل حياتك كأنما زائر أو ضيف، كأنما يعني لا تعول عليه كثيرا، لا تحط مسميات على دخوله، راح يدخل في حياتك مجرد عشان يذب الروح فيك من جديد، يعطيك أمل في الحب من جديد، يعطيك أمل أنت محتاج هني خلال شهر سبعة، دفعة أمل. أشوفك فقدت الأمل. أوكي. واغتر الزاهد فلم يسلك طريق السلامة وذهب العربيد لاحتياجه وضراعته إلى دار السلام. الحياة يا عزيزي يا برج الجدي دائما تحب أن تثبت أن إحنا خاطئين، كأنما هني الرسالة لك خلال هالشهر: الشخص اللي وايد ضيعت وقتك تفكر فيه وتهتم له وتنتظره وتنتظر رجوعه، هو الشخص اللي ذهب، هو الشخص اللي ذهب ولكن نهايته بعيد عنك، ترى مو في خير وفي سلام. أنا أقول لك: اغتر الزاهد فلم يسلك طريق السلام. الطريق الصحيح لهذا الشخص اللي أنت تفكر فيه كان رجوعه لك، ولكن اختر، لحد الآن ما رجع. فمن اللي حل مكانه؟ ذهب العربيد لاحتياجه وضراعته إلى دار السلام. الشخص اللي ما كنت تتوقعه أنه راح يكون على قدر من المسؤولية، اللي ما كنت حاطه في بالك ولا حتى تفكر فيه أو تعيره اهتمام، وهو اللي راح يدخل حياتك ويكون بمثابة، هني يقول لك، نسيم ينتعش قلب، يكون يعني دخوله ما بقول لك يظل إلى الأبد، ولكن دخوله خفيف يحيي الأموات، دخول يحيي فيك مشاعر أنت تحس أنه خلاص تعبت منها وماتت من زمان. ولأن هذا الشخص اللي تفكر فيه مغتر، مغتر بنفسه، يعتقد، لأن زاهد دائما يفكر أنه راح أسوي المستحيل، الله سبحانه وتعالى في النهاية راح يحميني. الله يحمينا إذا إحنا أخذنا بالأسباب، الله يرزقنا إذا إحنا آمنا بالرزق. هاي الرسالة عندك. هذا الشخص انغر في نفسه، واعتقد أنك دائما يا برج الجدي راح تظل تنتظره، لذلك هو بالعكس أسرف في الابتعاد، ابتعد زيادة، ولكن سيحل مكانه شخص أنت لم تتوقعه. لأن تشوف العربيد هو اللي يذهب إلى دار السلام. دار السلام هي كنية عن الجنة، اسم ومرادف للجنة. العربيد يدخل الجنة والزاهد يروح بالعكس، ففي عكس هني في الأمور في حياتك العاطفية. وأنفقت ذخيرة قلبي في الخمر والمدام. يعني شوف، الكثير من الوقت ضيعته يا برج الجدي على حديث ما قاعد يفيدك، على شخص ما قاعد يفيدك، على علاقة حتى ما قاعد تفيدك من الآخر. وكان زيفا أسود فذهبت من أجل ذلك في الحرام، لأن أصلا الشخص اللي قاعد تستثمر فيه لم يعرف قدرك. زيفا أسود، لم يعرف قدرك، لم يعرف قدر معدنك، لذلك مهما قدمت من تنازلات وانتظار وكل شيء في الحياة، لو قدمت نفسك له على طبق من ذهب، الشخص اللي لم يعرف قدرك في السابق لن يعرف قدرك بعدين، نادرا إلا ما يكون في شواذ للقاعدة. هني يقول لك: وإلى ما أحترق كالعود في نار التوبة، فناولني الخمر فقد انقضى العمر في حب الساذج الخام. دخول هذا الشخص اللي أبدا ما تتوقع دخوله في حياتك خلال هاي الفترة، ولو انك كنت تتمنى شخص غيره، ولو انك كان في قلبك وفي خاطرك شخص ثاني، في النهاية اشوفك راح تأخذ بيده، تتقبل وجوده، تبتدي تؤمن فيه، تؤمن فيه، لانه عربيد صح؟ من يؤمن بالعربيد وانه راح يدش الجنة؟ الكثير من الاشخاص لن يصفقون للعربيد ويقولون له ستذهب الى الجنة، العكس هني قاعد يصير. فكأنما في النهاية انت راح
تتقبل عرضه، تتقبل دخوله. وهذه أيضا النصيحة لك، أنه بغض النظر من هو الشخص، دام أنه متمسك فيك، يرغب بالبقاء في حياتك، هذه هي الغاية، سواء كان عربيد أو كان زاهد، باختلاف أنت من اخترت. اختار اللي يختارك، مو تختار اللي ما يختارك، هذه الرسالة لك. ولا تنصح حافظا ثانية، فلن يهتدي إلى سواء السبيل ضال وصلت الخمر الصافية إلى حلقة وفمه. خلال هاي الشهر يا برج الجدي راح تكون عندك صحوة عاطفية، راح تكتشف فيها ان فعلا اللي ما يبيك مثل ما قلت لك، لو قدمت نفسك له على طبق من فضة وتعبت وسويت وانتظرت، ما راح يكون قد المسؤولية، ما راح يوم من الايام يلبس الرداء ويكون الفارس الشجاع، واللي يبيك وان كان عربيد راح يصير زاهد، وان كان خطأ راح يصير صواب من اجلك انت. اوكي، فراح يكون عندك هني ضال وصلت الخمرة الصافية الى حلقة وفمة، بالعكس راح تكون عندك صحوة تكتشف خلال هاي الشهر. حط بالك زين يا برج الجدي، خلال هالشهر من اللي يوقف معك في الحياة العاطفية، من اللي يسأل عنك، من اللي يسوي عشانك مبادرات يحاول يتقرب لك، هذا هو الشخص اللي ما بقول لك حبك الحقيقي، ولكن هذا الشخص اللي اكفأ ويستحق وقتك وجهدك. الشخص اللي ما يستثمر فيك لا تستثمر فيه. هذه هي رسالتك العاطفية لهذا الشهر عزيزي برج الجدي.